في ذكرى الحدث التاريخي الكبير ثورة يوليو 1952، نتوقف مع صانع من صناع هذا التاريخ ومع رمز من رموزه الكبيرة، مهندس العلاقات المصرية الأفريقية محمد فايق. دائماً الثورات الكبرى ما بيكونش تأثيرها بس في الداخل، ولكن تأثيرها بيكون خارج، يعني زي ما الثورة الفرنسية أثرت في أوروبا كلها، إحنا أثرنا في أفريقيا تأثير كبير جداً وفي الدول العربية أيضاً. كان في ترحيب شعبي بهذه الثورة بشكل كبير جداً. كبير. اللي بقول لحضرتك إن لما كنا بنمشي قبل الثورة كان الواحد بطلت الواحد ينزل لابس رسمي عشان الناس يقول لك أنتوا تتحركوا ما تتحركوا. تأميم قناة السويس. البعض بيقول انه كنا هنستردها بمقتضى المعاهدة بعدها بعشر 11 سنة. ازاي؟ كيف تتحرر وهذه الدويلة اللي موجودة جواك وعندها سلطات غير معقولة؟ وبعدين مين قال انها حتى انهم كانوا هيمشوا 69؟ هذا القرار اعقبه عدوان ثلاثي على مصر. هذا العدوان فشل ذريع. ما الذي نجحت فيه أهم شيء، وما الذي أخفقت فيه؟ ثورة كبيرة زي دي يكون بيحصل أخطاء، في أخطاء. بنتكلم عن حقوق الإنسان في مصر، بنتكلم على المجتمع المدني، وحضرتك قلت مرة إن كلما تقابلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كلما كان هناك تقدم ما في مجال أو في ميدان المجتمع المدني. في ناس متصورة إن المجتمع المدني ده في خلط بينه وبين المعارضة. المجتمع المدني ده مش معارضة. مجتمع مدني لوحده مش هيعمل حاجة، لكن مع الحكومة هيعمل. في ذكرى 23 يوليو يسعدني أن ألتقي به في بيته، بيت الإعلام المصري العريق الذي شارك في وضع أساسه كواحد من أعمدته الكبار. حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.